اليوم قررنا نكسر حواجز الاستوديوهات وننطلق برحلة خاصة. في هذه الحلقة الخاصة من بيت للكل نحن نتكلم عن القادرون باختلاف أو ذوي الهمم. بنعمل أجندة حلوة قوي للقادرون أربعة اللي فخامة الرئيس إدى النور الأخضر إنه السنة دي تبقى إقليمي. فقد البصر لكنه صنع لنفسه نوراً خاصاً بصوته. ما شعرت للحظة إن أنا بعاني من إعاقة، هذا الإشي ساعدني إن أنا أستمر بحياتي وفي عملي وفي انطلاقتي في الحياة. هل لدينا استراتيجية معينة يتم اتباعها للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة؟ الإرادة السياسية بأعلى مستوياتها في الدولة ممثلة بجلالة الملك داعمة بشكل مطلق لحقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. رئيس اتحاد كرة القدم لقصار القامة للصالات. بعد مشاركة المنتخب المغربي صار حافز للبلدان العربية أن تأسس منتخبات لقصار القامة. بيت للكل غداً 11:00 مساءً على قناة مصر الأولى.